الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحتفظون باتصال مفتوح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت يتجنبه معظم العالم بسبب غزوه لأوكرانيا. ورغم أن جهود ماكرون الدبلوماسية فشلت في منع وقوع الحرب، لكنه لم يستسلم. تحدث الرئيسان 4 مرات منذ أن هاجمت القوات الروسية أوكرانيا، وأكثر من 11 مرة خلال الشهر الماضي. فلماذا نصب ماكرون نفسه كمحاور مميز لبوتين؟ فرنسا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن ماكرون هو جهة الاتصال بين الغرب وبوتين بحسب صحيفة لوبينيون الفرنسية. تلقي الحرب في أوكرانيا ضربة قاسية على المصالح الفرنسية في موسكو، فهي المستثمر الأوروبي الأول في روسيا. أكثر من 500 شركة فرنسية برأس مال فرنسي تعمل في روسيا وتوظف 200,000 فرنسي. في عام 2020 وحده بلغ استثمار فرنسا في روسيا حوالي 20 مليار يورو وفقاً لبيانات بنك فرنسا وصحيفة ليزيكو الفرنسية. شركة النفط الفرنسية توتال هي من أكبر المستثمرين في روسيا. شركة صناعة السيارات الفرنسية رونو تملك حصة تبلغ نحو 69% من المشروع الروسي المشترك أفتوفاس. وهناك المئات من الشركات الأخرى التي تخسر الملايين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، مما يجعل فاتورة الحرب الأوكرانية كبيرة بالنسبة لفرنسا اقتصادياً.